ما يعرفش الاسوبوكو هي هتشرح لكم اي قطعه بالظبط فين بالظبط في الفخده وتقطيعها ازاي، لان الفكره كلها مش اي حد جزار بيقطعها لانها محتاجه منشار. منشار هي اولا اوسو بوكو، يعني الاوسو اللي هي حته المسك في الهواء الكاميرا هنا فوق. اوكي الاوسو بوكو اولا معناها اللي هي العظمه دي، اوسو بوكو الفراغ، فهي تقريبا العظمه المفرغه لان بعد ما بتستوي النخاع بينزل. تمام، فده معنى الكلمه دي. هي طبعا اكله ايطالي. معلش كده تاني بايديك الاثنين الكاميرا. الكاميرا هنا، القطعه دي ما اوكي القطعه دي بتبقى عباره عن الفخده او الموزه بتاعه البيتيلو، فبدل ما بناخدها هول على بعضها لا، الجزار بالمنشار بتتقطع وبتبقى قطع كده يعني. تمام، طبعا احنا مش كل الجزارين، فدي ناس معينه اللي بتعملها، فلازم تتعمل باوردر او بطلب عشان تتعمل القطعه دي، وليها تكنيك في الطريقه في التسويه لغايه ما تستوي. بالظبط، هي الاسبوكو بيتسوى بطريقه البريزنج او الطهي البطيء في الفرن. نبدا بقى اول نشتغل نشوف نتكلم على المقادير الاول وانت بتشتغلي. اوكي، المقادير بتاعتنا بتاعت الاسبوكو: لحم الفخذ بالعظم، ملح وفلفل، جوز الطيب، ودقيق الساشيه او اللي احنا ممكن نقول عليه البوكي جارني، كيسة الاعشاب او مجموعه الاعشاب اللي بتتحط معاه، توم، ورق لورا، زعتر اخضر، كرات، كرفس، بقدونس، وفلفل حصى. اما الصلصه اللي هتستخدم مع الاسوبوكو: صلصه طماطم، عصير طماطم، مرقه، بصل، جزر، كرفس، عصير برتقال، وبش برتقال، وزيت زيتون. احنا اول حاجه بنعملها اول حاجه احنا هنعمل هنتبل بملح وفلفل بقى. يلا نبدا نبتدي على طول. ادي بس رشه ملح ورشه فلفل وجوزه الطيب، يعني فليفر زياده. ايوه هنبدا ناخد الناحيه الثانيه برده. خدوا بالكم اللحمه دي لسه هتخش تاخد الصدمه بتاعتها. هتاخد شوك على النار، وبعد كده هنكمل تسويتها في الفرن على نار واطيه جدا، هنسيبها ساعه ونص وبتكون ريدي. يعني في طريقه تسويه ليها على فكره بتفضل كلها في الحله، تخش في الفرن في الحله كلها بتفضل هي سواء في الفرن او في في حله على النار. هي اهم حاجه انها تستوي على نار واطيه، يعني لان دي من قطعيات اللحمه من قطعيات اللحمه اللي بتقطع على طول. محتاج زيت طبعا، هنحتاج زيت طبعا، زيت زيتون. ده زيت عشان ما يحرقش. ايوه بص هنا سخنه جدا، لازم يبقى وصلناها للسموك بوينت، يعني نقطه الزيت بيدخن. هي الصدمة على الوشين بالظبط، لان هي حته لحمه هارد. يعني انا عاملها على الجريل عشان تاخد، لان النار عندي في الجريل اعلى شويه. طيب احنا هنسيبها بقى تعيش حياتها بالظبط، وبعد شويه نقلبها. انا شايفه ان احنا نحب نقلب ولا نستنى؟ نشوف يعني برضه ممكن اجيبها لك هنا. اقربها لك هنا بس، انا بس عايزه اطلع دي. انا بجيبها لك هنا ليه؟ عشان بس ما توصليش انت للنار هنا. اوكي اهي انا بقى. طب اديني يا شيف. اتفضلي على مهلك. هنا حلوه قوي التحميره دي، الدرجه دي كويسه. حلو. مش طيب لازم اللون كامل، هي داخله الفرن لسه. البص بقى الفرن، الدقيق والطعم. سيبها دقيقتين برضو. طيب بالظبط نكمل بقى. اتفضلي. بصوا شكل العظم يا جماعه هنا، يا ريت الكاميرا بس تبقى هنا معانا. ده العظم اهو، ده بعد ما بتستوي خالص ده بيتشال، بيقع لوحده لانها بتبقى اللحمه خلاص يعني اتهرت سوا. فالجزء ده مع النخاع ده كله بيبقى كله لازم كلها تفصل عن بعضها يعني. تمام اجيب لك دي هنا. اوكي احنا كده هنبتدي بعد ما ترفعي اللحمه. ارفع اللحمه وهشوح كل ده بقى في النزلي من يا سلام يا سلام على الصوص. بصوا يا جماعه ده هو ده، يعني نزل شويه بهريس كده حلوين مع ريحه اللحمه الاولانيه. بالظبط شويه زيت. هنزود بس شويه زيت زيتون، نجيب الحروف كده. تمام هنا النار دي كويسه ان احنا هي النار انا اعليها سنه. لا تمام. هنزل هتبتدي تنزلي بقى بالاعشاب، بتعملي الصلصه. هنعمل الصلصه، الاعشاب دي بدخلها معايا في الصينيه الفرن. تمام مش بقلبها يعني. ده المربوا طبعا، المربوا ده اساس لاكلات كتير قوي احنا بنعملها، عباره عن بصل، جزر، كرفس. بتكون نسبة الكرفس نص كمية نص نسبة كمية الجزر والبصل. كده كفاية تقريبا كده. بصل تزود طبعا شوية زيت على المقدار بتاع اللي نزل شوية من اللحمة. بالظبط على الريقة نزل مع جزر. هنحط ايه تاني بعد كده؟ الكرفس ده المربوا بتاعنا، ده المربوا الغامق يعني، اللي هو ممكن نقول عليها حتى باللفظ الدارج ايه الصلصة. هي دي، هو المربوا ده اساس الاكلات يعني كتير في المطبخ الفرنسي. تمام الصوص الصلصه او اي الصلصات. تمام بالظبط.
تشويحه برضو. انا مش بص كل اللي نزل من اللحمه بص اندمج مع أيوة. مع البصل والخليط بتاعي. انا بس بعرقه، اديله بس سنه ملح. حلو قوي فكره ايه انك بتخليه ياخد من بره، انه ياخد يشرب من الزيت من بره يعني. ايوه بالظبط، هي دي فكره ان انت بتقول بعرقه يعني، بس الناس تبقى فاهمه. ما بحمروش، ما بدلوش لون، لان كل ده هيدوب في الفرن يعني ساعه ونص في الفرن، كل ده هيدوب، هو ده اللي هيعمل الصلصه اللي هتطلع مع اللحم. بعد كده انا كويس كده، انا مش عايزه له لون، هبدا انزل بالصلصه. تمام كده ده. انا شايفه ان لون الصلصه كويس، فهحط بس حته صغيره، مش هتحطي صلصه كتير. مش هحط صلصه كتير لان هي صلصه عندي كفايه كده. كده ده الصوص يا جماعه اللي هيبقى يستخدم يعني صلصه للحمه وتخش بيها الفرن بالظبط. قبل ما تاخد غلوه اكون انا جبت البايركس، البايركس ورصيت فيه اللحمه بتاعتي. ايوه طبعا يعني اللحمه كمان هتنزل دسم، فاحنا الدسم نسبته مش كبيره، خدوا بالكم، بس اللحمه نفسها هي هتعيش حياتها بقى في الفرن. احنا تقريبا ما حطيناش 10 ما حطيناش حاجه ولا حاجه خالص يعني. حاجه بتقعد في الفرن قد ايه بقى دي؟ ساعه ونص على نار هاديه خالص يعني، دي اول ما هتغلي هنزلها هنا دخل الفرن يعني على 160 يعني اوطى حاجه في الفرن يعني. تمام. انا عشان عندي الفرن ما فيهوش مثلا درجه حراره فبوطلها خالص. تمام، عشان هي مش هتستوي الا بحراره واطيه يعني. حلو قوي. هنلاقي كل بقى ده داب وفصل من بعضه وبقت فظيعه يعني. احنا بس برده هنحط لها برده تدي نهايه الحاجه ملح وفلفل. انا ده بقى اللي هو بوكيه جرنين، قول كيس توابل، نقول ساشيه عشان في الاكاديمي كان ايه الساشيه ده، لا وكنا بنقول عليه في الاول شاسيه. الشاسيه الشاسيه، فهو لا وريني الكاميرا. ايوه اثبتي بس اثبتي اثبتي اثبتي، هي الكاميرا هتجيبها. هو سواء كده اثبتي بايديك هتلاقي الكاميرا جابته. هو سواء مربوط او محطوط في شاش ومقفول بالدباره او كده برضو مربوط، هو الغرض منه انه يتشال بعد ما تخلصه. يتشال يعني اول ما يخلص الاكله او يتسوي يتشال، بس عشان ما يبقاش موجود في مش عايزاه في الصلصه بالظبط. هكذا نعمل كده نعمل كده مع اي اعشاب صحيح انا بحطها عشان ما افضلش الاقي حبه هنا وما اعرفش ايه. فهو كده انا ده بقدونس، كرفس، كرات، اورق زعتر، اي هي بسطت لكم المساله انها ربطته بنفسه. ممكن تجيبوه شاشه او تعملوا كيس يعني، في كيس ويحطوا اي خضار او اي اعشاب خضره هم بيحبوها يعني. تمام، انا ده هحطه كده في النص، هنا هينزل هنا. بقى النكهه بتاعته يا سيدي. الصلصه بتاعتي غليت، انا مش بحب اللحم الملح كتير في اللحمه هي يعني. كمان لسه هتقعد ده كله في النار اكيد هتنزل هتنزل العصاره بتاعتها كده. تمام قوي، احلى اسبوكو ايطالي رسمي فهمي نظمي. بصراحة يعني يا جماعة لو جربتوها حاجة حلوة. اي نعم انا عارف انها صعبة انك تحصلوا عليها، اتفضلي لو عايزة توديها اعتبر انها هي في الفرن. اوكي احنا هي صعبة انك تحصلوا عليها، بس لو جربتوها وعرفتوا تجيبوها من عند حد في محلات بتجيب او تعملوا اوردر بيها في بالظبط. تمام، لكن لو انتوا بقى يعني جوزتوا الجزار وقولوا له احنا عايزين كذا، هو هيعرف يعني الجزء. احنا اصلا بنشتري فيه كتير، بيجيبوا الفخدات في العزومات وفي الايام بتاعتهم في رمضان في الاعياد، فممكن نجيب الفخدة عايزة ما بيجيبها نقول له قطعها لنا بالمنشار يعني بالظبط. بس طيب احنا هنروح لفصل عشان برضو الناس تعرف احنا بنحاول نوسط الدنيا. شيف ياسمين، زي ما احنا قلنا الساشيه هو البوكيه جرنيه او نوع من انواع التوابل اللي احنا بنحطها بالظبط. هنا الجريمولادا هو الحاجه اللي هتتحط على وش الاسبوكو. هي من الحاجات المعروفه بيها الاسبوكو انه بيتقدم معاه الجريمولادا. هو الاسم كبير بس هي حاجه سهله جدا، هي ليمون شيفونات بنقطعه جوليان رفيع قوي، قشر ليمون قشر ليمون، بقدونس مفروم، ممكن يتعمل بقشر برتقان على فكره. تمام. وتوم مفروم وبقدونس مفروم ناعم وزيت زيتون بالظبط. طيب احنا دلوقتي عندنا الرز، الرز على النار كل شويه بزود له الستوك بتاعه، وقبل ما يخلص تسويته هبدا انزل له قطع الزبده والجبنه البارميجان والكريمه. الجرمولاده قدامكم اهي يا جماعه، اهي معلش عشان قدامنا على الهوا اهي الجرمولاده، قشر ليمون، بقدونس مفروم، توم وزيت زيتون. دلوقتي هي بتحضرها، بصوا معايا الكاميرا هنا، زيت زيتون طبعا، الزيت التاني اللي في النص اهو قدامك. ده اوكي. انا بس عايزه معلقه. حطت بقدونس، حطت قشر الليمون وفص التوم،
وزيت الزيتون. ده لما بنقدم الاسبوك وهو سخن، ان دي مفروض حاجة هي مش مطبوخة يعني، مفروض هي حاجة فريش، فاول ما بننزل بيها الاسبوك وهو سخن بتبدأ الحرارة اللي طالعة منه بتبدأ تطلع لي النكهات بتاعت الليمون وبتاعت التوم. تمام. فظيعة يعني. طيب دي حاجة بتتحضر يعني، مجرد انها خلاص. حاجة ممكن تقولوا انها مش جارنيش قد ما هي بتدي طعم. بتكمل الاكل. بالظبط. يا جماعة خدوا بالكم، هوش رز مفلفل. لا. عشان بس ما تفتكروش ان ايه الرز ده رز معجن. لا، عشان بس في ناس ما بتعرفش. اللي ما تعرفهوش ان احنا جربوه، ده حاجه ليها طعم ومذاق مختلف. يعني ست البيت لما تعمل رز يعجن منها اقول لهم ده ريزوتو يعني. زي برضو كان في ناس عندها ثقافه السوشي ان الرز اللي بيتحط في السوشي رز معجن. هو مش رز، هو محطوط عليه خل وسكر، فاهم ازاي؟ لا، وهو طبيعه الرز الياباني اصلا فيه شويه لزوجه، فطبيعي يا جماعه انك تجربوا الحاجه الاول قبل ما تحكموا عليها، يعني ما يبقاش حكم مسبق كده وخلاص. احيانا كتير احنا لما بنعمل رز المعمر بيبقى فيه دسم كتير، في قشطه، في زبده، في بيبقى ليه مذاق خاص. في ناس تقول لا ده الرز المعمر ده مش زي الرز المفلفل. اي نعم، الرز المعمر مش زي الرز المفلفل، والريزوتو مش زي الرز المفلفل، وده ليه رزايه مخصوص، الرزايه الايطالي، فلو بديل عنها هي الرزايه المصري. هي موجوده في السوبر ماركت يعني، لو جبناها جبوها وجربوها هتلاقوها حلوه قوي. بصوا السبوك اهي قطعه. طبعا العظم مش عايز اقول يعني هي مستوي لدرجه ان العظم تو ما تطلع. هي بص فصلت من بعضها، دي حاجه صح يعني ان هو تفصل كده من بعضها. سلام على حته العظم دي يا جماعه. مصمص النهارده على فكره. يا سلام على حته العظم دي. وطبعا هي مجهزه، طبعا احنا شفنا الجريمولادا. هنبدا ناخد الصوص كده على الوش، طبعا الصلصه كله والعواد بتاعت الساشيه اللي كانت موجوده اهي، شايفين اهي زي ما تحولت الى طحالب، نزلت كل الفليفرز بتاعتها. هنبدا شيف تقلب لنا الكريم بورليه، بس عشان عايزين نقول عليه حاجه قبل ما الكريم بورليه شغال اهو بايدي واسناني. اعمل ايه والله.